عبر مواطنون من مدينة المكلا اليمنية لأخبار الآن عن فرحتهم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرين إلى بعض الطقوس العطرة التي اعتاد أهل المكلا على القيام بها بهذه المناسبة الدينية العطرة، إلا أنهم أشاروا إلى أن إحياء ذكرى المولد هذا العام لم يكن بالشكل المعتاد نتيجة لتهديد من الجماعات المتشددة كداعش والقاعدة بقتل واستهداف المحتفلين بهذه المناسبة، آملين أن يزول احتلال هذه الجماعات عن المكلا وأن يتم تطهيرها منهم حتى تعود المدينة كما كانت في السابق. العام الماضي احتفلت هذه المدينة مدينة المكلا بذكرى مولد النبي في موكب بهيج شارك فيه الآلاف من أبناء هذه المدينة، وأيضا قرأت السيرة النبوية في معظم مختلف مساجد مدينة المكلا. لكن اليوم حقيقة وفي هذا الظرف الصعب التي تعيشه مدينة المكلا بسبب دخول الجماعات المتطرفة، منعت هذه المدينة وحرمت من الابتهاج بهذه المناسبة العظيمة. كانوا يحتفلون به احتفالا مميزا، يحيون هذا اليوم بطريقتهم، واستمر هذا الاحتفال لسنوات طويلة. نحن اليوم في هذه السنة نفتقد لهذه المناسبة العظيمة بسبب أشياء دخلت على هذه البلاد فحرمت هذه الجموع الناس وآثار الصالحين من هذه الاحتفالات النبوية المميزة التي لها تقاليد وعادات خاصة في محافظة حضرموت. حقيقة حضرموت والمكلا بشكل خاص تحتفي بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه السنة لا نقول انها اندثرت وانما ضعف الاحتفاء بمولد النبوي بسبب الازمه التي طرات على مدينه المكلا. ذكرى عظيمه يجب ان يحتفل بها العالم العربي والاسلامي، لانها ذكرى مولد خاتم الانبياء والمرسلين نبي الرحمه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعيدا عن آراء الناس في من يريد أن يحتفي أو لا يريد أن يحتفي، وأنا أقول أننا يجب أن نحتفي لأنها هي ذكرى اجتماعية.